تفضل صباحكم مشاهدينا، وتغطية مستمرة على شاشة القاهرة الإخبارية والتي نتابع فيها تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. قالت وكالة رويترز عن مسؤول كبير مقرب من محادثات باريس قوله إن حماس تلقت مقترحا يسمح بوقف مبدئي بكل العمليات العسكرية في قطاع غزة 40 يوما. وأضافت رويترز أن مقترح باريس ينص على إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال دون السن 19 عاما والمسنين أيضا والمرضى مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين والسماح بالعودة التدريجية للمدنيين النازحين إلى شمال غزة باستثناء الذكور في سن الخدمة العسكرية. وأضافت أن مقترح باريس يتضمن الالتزام بالسماح بدخول 500 شاحنة مساعدات يوميا إلى قطاع غزة وتوفير آلاف الخيام. والمزيد من المتابعة ينضم إلينا من حيفا أمير مخول الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك معنا على شاشة القاهرة الإخبارية. يعني في ظل التعنت الإسرائيلي والوضع الذي وصفه الباحثون بعنق الزجاجة، هل يمكن القول أن الصفقة يمكن أن تكون بصيص أمل أو خطوة إلى الأمام؟ يعني دائما ممكن، ولكن بتحفظات معينة، لأنه النوايا الإسرائيلية ليست باتجاه التخفيف ولا التهدئة ولا حتى معنية بالصفقة، معنية أكثر في المفاوضات. طبعا خلقت ظروف أنه تضطر إسرائيل أنه تذهب في هذا الاتجاه، ويبدو على مضض، لأن نتنياهو لا يزال لحد الليلة الماضية يسعى إلى وضع العراقيل وتصعيد ووضع مطالب جديدة بما فيها طرد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم تحريرهم، ولذلك التخوفات جديه انه حول مصير هذه، او لا يزال القلق قائم تجاه الصفقه اذا كانت ستخرج الى حيز التنفيذ. هناك نقطة اساسي انه حين تحولت الى صفقه جزئيه اسهل تنفيذها من صفقه شامله، لانه لا تعني نهايه الحرب ولا تعني ايضا انه تغيير الوضع وجود الجيش الاسرائيلي في غزه من وجهه النظر الاسرائيليه. والاعتقاد الإسرائيلي أنهم قادرون على استنفاذ أهداف الحرب أو تحقيقها خلال بضعة أشهر من اليوم، أي بعد شهرين من اجتياح رفح إذا خرج إلى حيز التنفيذ. يعني بالنظر إلى المشهد من بعيد، برأيك ما هي قائمة أولويات بنيامين نتنياهو الحالية؟
الأولوية الأولى هي تحقيق الانتصار، لأنه العسكري، لأنه والذي لا يفهمه أحد إلا هو حتى وفقا للمصادر الإسرائيلية، وهو الانتصار الساحق والقضاء على حماس واجتياح كل غزة والسيطرة عليها، وعمليا استعادة هيبته التي تضررت إسرائيليا كثيرا. والهدف الآخر الموازي له دائما هو أن عينا واحدة من عينيه متجهة إلى غزة، والعين الأخرى متجهة إلى ائتلافه الحكومي، ويسعى إلى تماسك هذا الائتلاف، ترميمه إذا أحوجت عند الحاجة، وأيضا إلى منع إجراء انتخابات الجديدة التي تعني أيضا بداية محاسبة حول إخفاق السابع من أكتوبر، والذي على قناعة بأنه ليس مسؤولا عنه، والذي على قناعة بأنه يجب وضع اللوم على الجيش. وبدأت عملية هذه المعركة منذ فترة، وحتى في الأمس تصاعدت من جديد. برأيك يعني صحيفة تايمز أوف إسرائيل قالت إن حماس ترفض حاليا إطار صفقة التهدئة المتفق عليها في باريس، برأيك في هذه الحالة ما المنتظر؟ لا أعتقد أهم من تصريحات تايمز أوف إسرائيل هي تصريحات اللي ترجح عن المفاوضين المصريين والقطريين، لأنها أكثر مصداقية وأكثر معرفة بما يدور في داخل حماس. بالعكس، يعني في الأمس حين حماس أعلنت أنه هي توافق، أو أعلن هنية أنه يوافق على الإطار، نتنياهو كان في حرج وليس يعني لم يكن مسرورا من ذلك، أنه حماس كانت أبدت ليونة معينة. لذلك المسعى الإسرائيلي الآن إلى أولا التصعيد، استبعاد الصفقة بقدر الإمكان مع أنه لا بد منها، وأيضا محاولة ابتزاز حماس إلى أقصى حد وتغيير معايير الصفقة لصالح أنه على الأقل يبين نتنياهو أمام المجتمع الإسرائيلي أنه متصلب وأنه يرفض وأنه عمليا وهل يكترث نتنياهو للإحراج؟ يعني أنت تقول بأن نتنياهو محرج، يعني هل هو يكترث للإحراج أم هو أصبح يضرب بعرض الحائط؟ لا، هو لا يكترث الإحراج الدولي، لكن يكترث الإحراج الداخلي في الساحة الإسرائيلية في الداخل جدا، لأن ذلك ما يخاف منه، يخاف من الحملة وتقلقه جدا التي تطلق واسعة جدا وبكميات هائلة على وسائل الاتصال الاجتماعي في الساحات العامة في الشوارع وفي الإذاعة والتلفزيون التي تتهمه بأنه هو المذنب الأول بصفته الرسمية، وهو يحرج من ذلك الإحراج. طبعا لذلك الملجأ الأساسي بالنسبة له هو الحفاظ على ائتلافه الحاكم، وائتلافه الحاكم هو عمليا متماسك جدا بأنه لا بديل لأي طرف فيه من هذه الحكومة. قد يكون بديل لدى الأحزاب الحريدية الدينية، لكن ليس لدى بن كبير وليس لدى سموتريتش، اللذين يعني فاتا في علاقة عضوية لا تستطيع نتنياهو الفكاك منها ولا هما الفكاك منه. والأستاذ مخول، الأمر يتعلق بشخص بنيامين نتنياهو، يعني إن تبدل الأمر وتبدل بنيامين نتنياهو، هل من الممكن أن يأتي شخص آخر ويتصرف بطريقة مختلفة عن بنيامين نتنياهو، أم هي سياسة واحدة وتنفذ أيا كانت الأشخاص؟ نحن نتحدث عن نتنياهو بالأساس كموقع وليس فقط كشخص. كشخص طبعا في هناك بعض الدلائل على تقلباته، على وجوده، على عدم قدرته على الحسم، أحيانا يكون ذلك إيجابيا لا يحسم في الحروب أيضا، لكن وأيضا تردده الكبير، لكن والهوس نوعا ما من إمكانيات أنه يقال من رئاسة الحكومة. لكن المشكلة في الرأي العام الإسرائيلي برمته، الرأي العام الإسرائيلي منذ 7 من أكتوبر وكان قبل 7 من أكتوبر يميل باتجاه الكهنية بشكل كبير جدا. الكهنية يعني أنه تحليل قتل أي فلسطيني في نهاية المطاف باتهامه إرهاب، واعتبار العربي أو الفلسطيني الجيد هو الفلسطيني الميت، والتي تؤمن بأرض إسرائيل الكاملة، والتي تؤمن بتغيير الوضع في الأقصى، والتي تؤمن في ضرورة الانتقام من كل فلسطيني سواء كان في غزة أو في الضفة أو في القدس أو في الداخل أو أينما كان، وهذه معركة وجودية تقول ذلك، وهي أكثر أقرب إلى الشعبوية الغرائزية
وهي التي تسيطر اليوم وهي النجم الصاعد عمليا في الحالة السياسية الإسرائيلية. المشكلة المكملة لهذه التوصيف هي وضع المعارضة الإسرائيلية ووضع البدائل لنتنياهو وحكومته، وبالذات جانس وجالانت ولابيد ومعظمهم من الأحزاب الصهيونية، الذين لا يطرح أي منهم أي بديل سياسي لما تقوم به حكومة نتنياهو. يعني جانس لا يوجد لديه، يوجد اليوم فقط تصور من قبل نتنياهو الذي نشره قبل بضعة أيام، وتصور من وزير الحرب الذي نشره قبل ذلك في موضوع السيطرة على المساعدات الإنسانية وما يسمى مشروع حي الزيتون الاحتلالي الآن. وأيضا ولكن لا يوجد أي بديل سياسي لذلك، ولا أي بديل نحو الذهاب باتجاه سياسي أو التفتيش عن حلول سياسية مع الفلسطينيين ومع العرب. لذلك الأزمة هي أن أقصى اليمين اليوم يمسك بالسياسة الإسرائيلية، هو الذي يحدد جدول أعمالها، هو الذي يحدد محاورها، وهو الذي لا يوجد له بدائل مقنعة على الناس. هناك محاولة الآن من قبل الجنرال السابق يائير غولان في توحيد حزب العمل وميرتس، ما يسمى الليبرالية الصهيونية أو اليسار الصهيوني، في مسعى لإقامة تكتل يسعى إلى حل سياسي. هذا قد فيما لو نجح قد يكون عامل معين، لكن المعارضة برمتها القائمة اليوم هي معارضة لنتنياهو وتصبو إلى الحكم، لكنها ليس لديها مشروع سياسي مختلف. وبالتالي هو نتنياهو يعني يستميت في إطالة أمد الحرب حتى لا ينتهي سياسيا. لذا هنا أصبح الأمر واضحا بأن هناك اختلاف كبير جدا بين أولويات والأجندة الخاصة بإسرائيل أو بنيامين نتنياهو والأجندة الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية وكذلك حماس. هل من الممكن التقريب ما بين وجهات النظر لإنجاح هذه الصفقة أم هذا أمر بعيد المنال؟ لا، ممكن. يعني باعتقادي انه دعوة ادارة بايدن اولا لعائلات الاسرائيليين الذين يحملون جوازات امريكية او اقامة امريكية الى واشنطن الاسبوع القادم، كما يبدو في هناك معلومات انه قد يكون هناك انفراجة معينة في نسبة الصفقة. اعتقد انه ليست حماس الان هي الطرف الذي يعوق المفاوضات، خاصة بعد زيارة الوفد إلى القاهرة وبعد اجتماع قطر. لذلك الإمكانيات الآن هي أنه الطرف الوحيد الذي يريد أن يعوق المفاوضات هو إسرائيل. لكن هذه الصفقة إسرائيل طبعا، لكن هذه الصفقة لم تؤثر، يعني رأي العام سوف يتقبلها سواء أخرجوا 50 أسير فلسطيني مقابل كل إسرائيلي أو 10، هذه لن تؤثر على رأي العام الإسرائيلي، سوف يقبلها بهذا الشكل وذاك، لأنه يعتبر أنها استحقاق أيضا ولن تكون تشكل خطرا على الحكومة. لكن إسرائيل تتعنت وتحاول أن تغير المعادلات وتريد ولا تريد هدنة طويلة أو وقف إطلاق النار، لأنها تريد لا زالت في مسعيها لتحقيق الأهداف المعلنة للحرب، وهي القضاء على حماس وعلى بنيته وعلى حكمه، وأيضا استعادة الأمن والأمان للمستوطنات الجنوبية في إسرائيل والتي لم تحصل لغاية الآن، وطبعا استعادة الرهائن المحجوزين. وفي هذه الحالة بقى ما الذي تريد الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني من القوى التي بإمكانها أن تضغط على إسرائيل إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية لا تكترث لهذه الصفقة؟ أو هي من الخارج تقول أنا أدعو، أنا أتوقع أو أأمل بوجود صفق وقف إطلاق نار وما إلى ذلك، ولكن واقعيا هي لا تضغط على إسرائيل؟ لا، أعتقد الولايات المتحدة إدارة بايدن معنية بالصفقة وليست غير مكترثة بها، معنية تماما، لأن هناك حالة أولا أنه تتجاوز التراجع في وزنها الإقليمي في المنطقة، تتجاوز الضرر الذي لحق بسمعتها عالميا وحتى داخل الولايات المتحدة، والأمس رأينا الجندي الذي انتحر، وتتراجع وتنقسم أيضا داخليا الإدارة الأمريكية. هي متضررة استراتيجيا وسياسيا وحزبيا بدون شك من هذا الموقف الذي بات أكثر صهيونية من الأحزاب الصهيونية في إسرائيل، وهذا ما يمثله بايدن. لكن في نهايه المطاف المصالح الامريكيه تتطلب ان يكون هناك في هذه الهدنه، وقد ويبدو انه الولايات المتحده في صياغاتها لهذه الهدنه بدات تفكر في انه
يعني بلغت الحرب مداها، وقد يكون الآن الأوان لأن تتوقف بالتوافق مع إسرائيل وليس بالضغط عليها، وهذا المشكلة الكبرى. الولايات المتحدة تملك كل المفاتيح للقرارات الإسرائيلية لكنها لا تفعلها، لأن علاقاتها مع إسرائيل هي أقوى من أي رئيس وأقوى من أي رئيس حكومة. ولكن يعني ربما الوضع الحالي، الانتخابات الرئاسية، ربما يغير حتى لو على نطاق بسيط من الأجندة الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية، فهل نأمل بأن تغير الولايات المتحدة الأمريكية من سياستها وتضغط قليلا على إسرائيل؟ كل ما رأيناه من تغييرات لحد الآن كانت تغييرات عمليا في اللهجة وليس في الجوهر وليس في السياسة. الشيء الوحيد الذي ممكن الإشارة إليه هو أن المسعى إلى فرض عقوبات وتشجيع الدول الأوروبية لتفرض عقوبات على بعض المستوطنين، لكن هذا أيضا يجعل بمفهوم معين أن غالبية المستوطنين ما في مشكلة معهم بما في ويهددون بسموتريتش وبن كبير، لكن هناك إشكالية كما يبدو في هذا أنه إدارة بايدن تأخذ خطوة بهذا الاتجاه. لذلك أعتقد الإدارة الأمريكية لحد الآن تحاول التغيير في اللهجة وليس في الموضوع. وضحت الفكرة، أشكرك شكرا جزيلا من حيفا أمير مخول الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا على كل هذا التحليل. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال إن إسرائيل وافقت على عدم القيام بأنشطة عسكرية في قطاع غزة خلال شهر رمضان. وحذر بايدن من أن إسرائيل تخاطر بفقد الدعم مع استمرار سقوط قتلى فلسطينيين بأعداد كبيرة، لافتا في هذا الصدد إلى أن إسرائيل تعهدت بإجلاء أعداد كبيرة من سكان مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة قبل البدء في عملية عسكرية. وأضاف أن وقف إطلاق النار المؤقت في قطاع غزة قد يساعد باتجاه حل الدولتين. كان بايدن قال خلال زيارة لمدينة نيويورك في وقت سابق إنه يأمل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة قبل يوم الاثنين المقبل. شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على التزام بلاده بتحقيق سلام مستدام من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة مع ضمانات أمنية لإسرائيل. وجدد بلينكن على أهمية التأكيد على ضرورة عدم انتشار الصراع بين إسرائيل وحماس بشكل أكبر، خاصة في الفترة التي تسبق شهر رمضان. وأكد بلينكن رفضه الشديد للتهجير القسري للفلسطينيين، كاشفا عن الجهود الأمريكية المستمرة للضغط على إسرائيل لوقف عنف المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. المزيد من المتابعة، ينضم إلينا من القاهرة دكتور صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، مرحبا بك. بداية، يعني تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، هو قال إنه يأمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة بحلول الأسبوع المقبل، برأيك على أي أساس بنى بايدن هذه التصريحات، وهل من الممكن أن تصدق إسرائيل؟ بداية صباح الخير لك ولجمهور المشاهدين. نعم، كما ذكرتي، هو بنى هذه التصريحات على ما يبدو في أثر انتهاء اجتماع باريس الثاني، والذي رشح عنه أنه هناك اختراقات سجلت في هذا الاتفاق، بما يستجيب قليلا إلى مقاربة تقوم على حلول وسط تركز على المرحلة الأولى من الاتفاق الذي كان معروض سابقا والذي رفضته دولة الاحتلال، وتعنت نتنياهو في منع الوفد المفاوض من القدوم إلى القاهرة، وبالتالي تعطلت المفاوضات. والآن هناك ترويج لحاجة أساسية بوقف مؤقت لإطلاق النار يسبق شهر رمضان بقليل ويستمر طوال فترة شهر رمضان، ويركز على المرحلة الأولى دون الاستجابة إلى طلبات الفلسطينية بشكل عام، أو دون تحميل إسرائيل مسؤولية ما يحدث في الأراضي الفلسطينية. والمقاربة الأمريكية هي التي تم الاتفاق عليها بالاجتماع القادم، وهناك نعم تباينات ما بين رؤية الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس بايدن الذي يحتاج
إلى هدوء يسبق شهر رمضان، وأيضا يتوافق مع حملته الانتخابية لحسم مقعده في كمرشح رئيسي في الحزب الديمقراطي، والتي باتت الضغوط الشعبية وتجعل من القضية الفلسطينية والحرب على غزة وحرب الإبادة أحد القضايا الداخلية في الانتخابات الأمريكية. ولذلك هناك ضغط أمريكي أكثر ربما على دولة الاحتلال، وإن كان لغاية الآن ليس ضغطا مقررا، وكل الخطابات الأمريكية لم تتحول إلى فعل أساسي لضمان مقاربة تقوم على إنهاء الصراع على قاعدة حل الدولتين بشكل يقفل قيام الولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بدولة فلسطين والبدء في مسار جاد يقوم على إقرارها. لذلك نحن نعتقد أن ما يجري هو محاولة إطفاء الحريق بكأس من الماء، وهذا غير كافي بتقديري، إضافة إلى أن رد حركة حماس لغاية الآن وباقي فصائل المقاومة لم يتبلور بعد في إطار المشاورات، وخاصة أن اتفاق الإطار المعروض لا يزال لا يستجيب إلى مسألة وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيلي كامل وعودة. نعم، يعني هو يتضح أن هناك فجوة كبيرة بين كل الأطراف، يعني بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية حتى وإن كانت داعمة لإسرائيل، ولكن يبدو أن هناك فجوة كبيرة. في هذه الحالة هل من الممكن التقريب ما بين وجهات النظر؟ يعني لدي نقطة مهمة، وهي هل ستصدق إسرائيل؟ هذا من جانب. من جانب آخر، هل ستوافق حماس؟ من جانب ثالث، هل الولايات المتحدة الأمريكية لديها القوة لكي تضغط على إسرائيل؟ الولايات المتحدة الأمريكية نعم تملك القوة والقدرة الأساسية لوقف العدوان الإسرائيلي بقرار عبر وقف التزويد إسرائيل بالسلاح ووقف الدعم السياسي وتمرير مشروع في مجلس الأمن يكفل وقف إطلاق النار. عندها ستشعر إسرائيل بجدية الضغط الأمريكي. أما فيما يتعلق بموقف إسرائيل فجميعنا يعلم أن نتنياهو يرغب بإفساد الاتفاق، حتى اتفاق باريس الثاني الذي لا يستجيب إلى الطلبات الفلسطينية أو طلبات الوسطاء، هو يحاول تعقيده. هو يعتقد أنه بالحديث عن الانفراجة وفكر أنه يمكن أن تحقق انفراجة، فزاد مزيد من الشروط ووضع شروط أننا يحتاج إلى تأكد أن حماس قادر على تنفيذ الصفقة، ويحتاج إلى ترحيل أو إبعاد الفلسطينيين الذين سيخرجون من المعتقلات في حال تم ذلك إلى خارج الأراضي الفلسطينية. هو يحاول عرقلة كل جهود الوصول إلى تسوية حتى ولو مقاربة الحد الأدنى، حفاظا على ائتلافه الحاكم من جهة وحفاظا على موقعه وعدم رغبته في المثول أمام المحاسبة الداخلية. لذلك نتنياهو مصلحته إدامة الحرب، فالحرب تحولت إلى هدف بحد ذاتها لبقائه في الحكم. أما عن جهود حركة حماس وردود الأفعال بالنسبة للمقاومة الفلسطينية فهي بحاجة إلى هدوء نعم، وبحاجة إلى مقاربة تقوم على ضمان تعزيز المساعد تدفق المساعدات الإنسانية التي تمنحها دولة الاحتلال في جريمة حرب جديدة، ووقف سياسة التجويع وخاصة سكان شمال قطاع غزة، وتحتاج إلى أن ينعم الفلسطينيين بالحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية في ظل عدم استجابة دولة الاحتلال لتدابير محكمة العدل الدولية أو قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن القاضية بتدفق المساعدات ووقف قتل الفلسطينيين. وبالتالي هناك ضغوط نعم فلسطينية إنسانية كبيرة تحتاج إلى تدفق المساعدات، ولكن هذا يجب ألا يرهن بالضغط السياسي على الفلسطينيين، فهذا حق وواجب على المجتمع الدولي تجاه الفلسطينيين. ولكن للأسف الشديد إسرائيل تبتز الفلسطينيين بكل الطرق والوسائل، هي تبتز بالفعل وربما تماطل في الكثير من الأحيان. يعني في هذه الحالة إن وافقت حماس، هل برأيك أن إسرائيل ستصدق، يعني ستصدق لعمل هذه الهدنة وقف 40 يوما والتهدئة في شهر رمضان؟ هل من الممكن أن تفعل هذا إسرائيل؟ ربما إذا كانت هناك ضغوط جدية من المجتمع الدولي ومن الولايات المتحدة الأمريكية ربما تكون قادرة على إنفاذ هذه الصفقة، وخاصة أنها بحاجة لها ما بعد أكثر من 146 يوم من العدوان فشلت في تحقيق أهدافها في إخراج الأسرى ولدى المقاومة الفلسطينية. وفي ذات الوقت هناك أصوات داخلية كبيرة في داخل دولة الاحتلال من أهالي الأسرى تحولت إلى حراك له مطالب سياسية بإسقاط الحكومة، وإدراكا منها أن نتنياهو وحكومة الاحتلال غير عادئين بحياة الأسرى. وفي جانب آخر
هناك حديث عن محاولة تصعيد الأوضاع خاصة في ضوء قرار الحكومة بتقييد وصول ودكتور المسلمين. يعني في هذه الحالة، عذرا المقاطعة، يعني في هذه الحالة بنيامين نتنياهو يريد أن يجمع الأصوات ويريد أن يحافظ على حكومته، لماذا لا يهتم بملف الأسرى؟ فهو لديه كارت ربما يربح به، فلماذا هو لا يهتم بهذا الكارت ويفكر في أمور أخرى مثل تحقيق الأهداف التي لن يحقق منها شيئا مثلما ذكرت؟ نعم، هو لا يفكر بحياة الأسرى كما ينبغي وفق ما يحتاجه أهالي الأسرى، لأنه يرغب في إدامة وبقاء ائتلافه الحاكم، ورغم أن لبيد منحه شبكة أمان إلا أنه يخشى أن شبكة الأمان تكون مهترئة ولا تستطيع أن تصمد في مواجهة الضغوط الداخلية المتنامية لإسقاط الحكومة، إضافة إلى أيضا أن نتنياهو ذاته هو متطرف مثل سموتريش وبن غفير، وهو بذات الملامح وإن كان بملامح دبلوماسية أعلى من غفير وسموتريش في هذا المجال، وبالتالي هو ماضي في مخطط أو ما يعرف بصفة باتفاق الإطار الذي بني على خطة الحسم التي تقوم على حسم الصراع، أي السيطرة على المسجد الأقصى وفرض التقسيم الزماني والمكاني وهدم القبة المشرفة وإقامة الهيكل والسيطرة على الضفة الغربية وضمها دون سكان. وهل هذه على قائمة الأولويات دكتور؟ يعني إذا وضعنا قائمة للأولويات الحالية بالنظر للداخل الإسرائيلي والنظر للضغوط العالمية، ما هي القائمة أو الأجندة السياسية الخاصة بإسرائيل ببنيامين نتنياهو تحديدا حاليا؟ هو القائمة الأولوية الأولى هو بقاؤه في الحكم وبقاؤه ملكا في داخل دولة الاحتلال، فهو يرغب في ضمان استمرار في الحرب بل وتوسيعها، للضمان استمرار بقائه في الحكم حتى لا يخضع إلى المساءلة والمحاسبة ويذهب إلى السجن. هذه الأولوية الأولى. ثم الأولوية الثانية هي تحقيق خطة اليمين الفاشل المتطرف في ضمان حسم الصراع وتعميق الاحتلال. ولاحظي الخطة التي يطرحها والتي جاءت من مجموع خطاباته هي خطة تهدف إلى تعميق الاحتلال في داخل الأراضي الفلسطينية بما في ذلك في داخل قطاع غزة، وحتى رفض أي ملامح للإنهاء الصراع وفق الرواية الأمريكية التي تقترب حتى من الرؤية الإسرائيلية في هذا المجال، وإن كانت مغلفة بإطار دبلوماسي بالحديث عن حل الدولتين دون مقاربة جادة لإقراره. ولذلك سنجد أن الأولويات بالنسبة لنتنياهو مستمرة في ضمان استدامة الحرب التي يعتقد أنها يمكن أن تؤمن له بقاء في داخل الحكم، إلى أن يأتي ربما ترامب كحليف رئيسي لنتنياهو في هذا المجال. لذلك هو يحاول ابتزاز بايدن والإدارة الأمريكية، متركا أن الإدارة الأمريكية لا تستطيع في فترة الانتخابات اتخاذ خطوات جادة باتجاه وقف نتنياهو أو وقف حكومة اليمين الفاشي عن المضي في عدوانها على حتى الشعب. دكتور، حتى وإن كانت الإدارة الأمريكية أو جو بايدن في حاجة إلى تحسين صورته، وحتى وإن كانت هذه الفترة فترة انتخابية ونعلم مدى قوة اللوبي الصهيوني، ولكن أيضا الضغط على من قبل الداخل الأمريكي والنظرة التي ينظر للرئيس جو بايدن ودعمه اللامتناهي لإسرائيل، ألا يشكل ضغط هو الآخر على الرئيس جو بايدن بعد المظاهرات التي رأيناها في الشوارع يوميا؟ نعم، هذا يشكل ضغط، وما بعد حادثة الطيار الذي جرت وحوادث أخرى كثيرة واستقالة عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية وحتى في البيت الأبيض وانحياز كتلة كبيرة في الحزب الديمقراطي وخاصة كتلة الشباب وعدد كبير من النواب لصالح وقف العدوان ووقف جريمة الإبادة الجماعية، عدا كما ذكرت لك أن القضية الفلسطينية ولأول مرة تصبح شأنا داخليا في النقاشات في داخل الانتخابات الأمريكية، وبالتالي كل ذلك تدفع باتجاه ضغوط إضافية على الرئيس بايدن. ولكن في ذات الوقت هناك لوبي قوي يسيطر على مواقع صنع القرار أو على الأقل في علاقته بالكونغرس الأمريكي وبعض المسؤولين، وهو إيباك وعدد من اللوبيات التي تدعم دولة الاحتلال وإن كانت تراجعت كثيرا مقارنة بالفترات السابقة. ولذلك بايدن عليه أن يوازن في هذه المقاربة ما بين احتياجاته إلى أصوات الناخبين العرب والمسلمين واحتياجاته أيضا لأصوات الشباب حتى داخل الحزب الديمقراطي، وأيضا ما بين ضمان السياسة الخارجية الأمريكية التقليدية بحفظ أمن دولة الاحتلال وتزويدها بكل ما يضمن بقائها حفاظا على المصالح الأمريكية في المنطقة. فإسرائيل جميعنا
يعلم أنها قاعدة أمريكية متقدمة في داخل المنطقة، وبدون أمريكا لا تستطيع البقاء. نعم، يعني على ذكر التوازن، يعني أنت ذكرت فكرة التوازن وبايدن، شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على التزام بلاده بتحقيق سلام مستدام من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة مع ضمانات أمنية لإسرائيل. برأيك دكتور، ما هي الضمانات الأمنية المقصودة هنا في هذه العبارة؟ خطاب بلينكن هو خطاب متكرر وخطاب شعاراتي يهدف إلى امتصاص حالة النقمة وإشاعة مناخ من التفاؤل دون أن يكون حقيقي. الفلسطينيين ملوا من الحديث عن حل الدولتين بقدر ما يحتاجوا إلى خطوات فعلية باتجاه حل الدولتين. فهمت. والضمانات الأمنية لدولة الاحتلال، ربما الحديث عن دولة منزوعة السلاح أو غيرها من مقاربات الدولة، ولكنها ليست دولة ذات سيادة، ولكنها قطعا ستكون في صالح إسرائيل. نعم، الحديث مطلوب أنه إذا أرادوا الحفظ الأمن وضمان الأمن والاستقرار، هو ضمان مقاربة تنهي الاحتلال الإسرائيلي والاستعمار الاستيطاني وتمكن الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير. جذر المشكلة كان ولا يزال في الاحتلال الإسرائيلي، والذي قبل الفلسطينيين بمقاربة الحد الأدنى والمقاربة الوسط باقتسام الأرض واقتسام جزء من والتنازل عن جزء كبير من حقوقهم الوطنية، ومع ذلك دولة الاحتلال ماضية في عدوانها غير مكترثة، حتى أنها لا ترى الفلسطينيين ولا تقبل لا بدولة بغزة ولا دولة برام الله ولا دولة واحدة ولا دولتين، وما تطرحه هو فقط التهجير للفلسطينيين. نعم، وضحت الأراضي الفلسطينية وإنهاء القضية الفلسطينية، ومن بقى من الفلسطينيين عليه أن يعيش عبدا تحت حراب الاحتلال، وهذا أمر لا يمكن أن يقبله الفلسطينيين مهما فعلت. نعم، دولة قطعا الاحتلال من نعم. أشكرك شكرا جزيلا دكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني. قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيل بعثت ردها إلى محكمة العدل الدولية، وأكدت أنها لم تخالف مبادئ القانون الدولي في غزة. كما أشارت إلى أن إسرائيل لم تعتبر أن عملياتها العسكرية في غزة من اختصاص محكمة العدل الدولية، كما أكدت أن عملياتها لا تشكل إبادة جماعية في قطاع غزة. تواصل محكمة العدل الدولية مداولاتها بشأن طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة منها إصدار فتوى حول التبعات القانونية للسياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وقالت المحكمة إنها ستعلن رأيها الاستشاري في جلسة علنية سيتم تحديد موعدها في وقت لاحق. وكانت المحكمة اختتمت مساء أمس جلساتها العلنية التي استمرت على مدار 6 أيام، وقدمت خلالها أكثر من 50 دولة مذكراتها ومرافعاتها التي توثق جرائم إسرائيل في الأراضي المحتلة. قالت منظمة Human Rights Watch إن الحكومة الإسرائيلية لم تمتثل لأي من الأوامر التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا. وأشارت المنظمة إلى أن إسرائيل تواصل عرقلة دخول وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة داخل غزة، وطالبت Human Rights Watch إسرائيل دول العالم باستخدام جميع أشكال النفوذ بما فيها العقوبات والحظر للضغط على الحكومة الإسرائيلية للامتثال لأوامر المحكمة الملزمة في قضية الإبادة الجماعية. استشهد وأصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة لليوم 144 على التوالي. وأشن الطيران والمدفعية والزوارق الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات على مناطق مختلفة في القطاع، تركزت على مدينة غزة ومحافظة رفح الفلسطينية، فيما شهدت محاور التقدم في منطقة خان يونس، اشتباكات وإطلاق نار مكثف بالرشاشات الثقيلة. ارتكبت قوات الاحتلال 10 مجازر في القطاع خلال الساعات 24 الماضية، راح ضحيتها 90 شهيدا و164 مصابا. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب العشرات جراء قصف طائرات ومدفعية جيش الاحتلال عدة مناطق بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة ومدينة رفح الفلسطينية جنوبي القطاع. وأفادت وسائل أعلام فلسطينية بانتشال جثامين 5 شهداء من تحت الأنقاض أنقاض منزل في دير البلح وسط قطاع غزة، وتم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى.
والمزيد من المتابعة ينضم إلينا دكتور هشام مهنا المتحدث باسم لجنة دولية للصليب الأحمر في غزة. مرحبا بك معنا دكتور على شاشة القاهرة الإخبارية. كيف تتابع الوضع الصحي والوضع الإنساني في قطاع غزة؟ اهلا بكم وشكرا على الاستضافه. في الواقع لقد قدمتم صوره واضحه عما يجري في قطاع غزه الذي يعني الوضع الانساني فيه اخذ بالتدهور ساعه بعد ساعه ويوما بعد يوم. الوقت اخذ في النفاذ، ولقد فشلت الانسانيه على مدار اشهر وكذلك المجتمع الدولي برمته في وضع حد شلال الدماء وسفك الدماء وقتل العديد من الاهالي في قطاع غزه. على نطاق الوضع الصحي، لا زالت هناك يعني عدد قليل من المستشفيات تحاول يعني البقاء قيد التشغيل بالرغم من نفاذ مخزونها من المقومات الأساسية التي تمكنها من الاستمرار، كالأدوية، كالوقود، كالغذاء والمياه لمن بداخلها من مرضى ومن جرحى، وأيضا من فرق طبية مستنزفة بالكامل بعد أشهر من العمل غير المنقطع. الوضع الإنساني أيضا في مختلف أنحاء قطاع غزة أخذ بالتدهور بسبب استمرار القصف، استمرار القتل، استمرار الأعمال العدائية في كل محافظة وفي كل منطقة في قطاع غزة سواء في الشمال أو في الجنوب. يأتي ذلك في خضم الحديث عن اتفاق أو عملية عسكرية برية في محافظة رفح والتي يتواجد فيها الغالبية العظمى من التعداد السكاني الذي نزح داخليا أكثر من 1.5 مليون على مساحة أقل من 20% من مساحة قطاع غزة الكلية، تقريبا 60 كيلومتر مربع أو أقل، يعيشون في ظروف إنسانية بائسة منقطعين عن الوصول للخدمات الأساسية من المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية حتى، والآن يعني يواجهون اليوم بالتحديد ظروف جوية قاسية وريح شديدة تعصف بأشباه الخيمة التي يعيشون فيها. ونلاحظ أثناء تحركنا هنا وهنا في أرجاء هذه المحافظة انتشار مياه العادمة، مياه المجاري، وأيضا أكواب من القمامة والنفايات التي لم يعد بالإمكان العمل على تنظيفها أو نقلها نتيجة لعدم توفر الوقود للآليات المختصة أو الفرق المختصة بذلك، نتيجة أيضا انعدام الأمن. هذا كله يأتي في سياق أيضا محدودية الدعم الإنساني الذي يدخل إلى قطاع غزة بشكل مقطع، بشكل غير كافي، لا يصل إلى نسبة قليلة جدا منه إلى الأهالي في غزة، وخاصة في الشمال الذي تنقطع عنه الإمدادات على مدار أسابيع. يعني أنت أعطيتنا صورة كاملة متكاملة، ولكن دعنا نعود إلى نقطة نقطة ونبحث فيها أكثر. يعني بالنسبة للحالات الحرجة، كيف تتعاملون مع الحالات الحرجة في ظل الظروف الصعبة وعدم توفر المواد الطبية والإغاثية كما ذكرت؟ أعلم أن القرار يكون صعب، ولكن ما الذي تفعلوه؟ نحن لدينا فريق متخصص من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أطباء وممرضين يعملون جنبا إلى جنب مع الطواقم الفلسطينية في مستشفى غزة الأوروبي، وهي أحد المستشفيات الوحيدة تكون التي تستطيع تقديم خدمات طبية متقدمة كعمليات جراحية. يقومون بإجراء تقريبا بمعدل 12 عملية يوميا منقذة للأرواح لترميم العظام ولعلاج الحروق الشديدة. الأهمية هنا تكمن في أولا إمكانية هذه المستشفى من الأداء، يعني أداء عملها، توفير كل ما يلزم ليس فقط لإجراء هذه العمليات الجراحية، ولكن الأهم أيضا لاستشفاء المرضى بعد عمليات الجراحية طبعا، وهذا ينطوي على الحصول على بعض الأدوية، الفيتامينات، المكملات الغذائية والغذاء والذي هو ليس متوفر، وإذا توفر في بعض المستشفى الغالبية العظمى المتبقية من المستشفيات لا يتوفر فيها هذا النوع من الإمداد، وهذا يؤدي أيضا أو سبب من أسباب الوفاة بالإضافة إلى الوفاة من الجوع، بالإضافة إلى الوفاة بشكل مباشر من العمليات العدائية أو القصف وغيره. ولذلك لابد من الاستمرار في تكثيف الجهود من أجل إمداد المستشفيات القليلة المتبقية بكل ما يلزمها من أجل الإبقاء على أرواح هؤلاء المرضى. علاوة على ذلك، هناك العديد من المرضى العالقين لا زالوا والجرحى العالقين في شمال قطاع غزة لا يستطيعون الخروج إلى جنوب القطاع أو خارج قطاع غزة بالتالي، وهذا يعني يعتبر بمثابة يعني هذا الموقف أو الوضع يعتبر بمثابة وضع مؤقت إلى أن يفارقوا الحياة إذا لم يتغير في أوضاعهم أي شيء. يعني هل لديك حصيلة كم مستشفى يعمل حتى الآن داخل قطاع غزة؟
يعني هناك على الاقل اكثر من 70% من المستشفيات خرجت عن الخدمه بالاضافه للمراكز الصحيه. الاهم هو ان المستشفيات القليله المتبقيه خاصه في محافظه رفح ذات سعه سريريه محدوده لا تستوعب عدد كبير من المصابين في وقت واحد، وايضا لا يتوفر فيها كافه التخصصات الطبيه المطلوبه للاستجابه في حال حدث السيناريو المؤسف الذي سوف يعني يكون بمثابه مذبحه، الا وهو عمليه عسكريه بريه موسعه في محافظه رفح. وضحت الفكرة، أشكرك شكرا جزيلا. والمزيد من المتابعة تنضم إلينا من رام الله دكتورة تمارا حداد الكاتبة والباحثة السياسية، مرحبا بك معنا دكتورة. يعني بداية، في ظل التعنت الإسرائيلي، الوضع الذي وصفه البعض بعنق الزجاجة، الوضع الإنساني المتردي والصعب في قطاع غزة، برأيك كيف يمكن أن نرى المشهد من بعيد؟ هل هناك أمل لهذه الصفقة التي قال جو بايدن بأن هناك احتمالية لوقف إطلاق النار في الأسبوع القادم؟ بداية أسعد الله صباحكم وتحياتي لكم ولقناتكم الكريمة. أعتقد أن عملية تشكيل أو ترسيخ أو تنفيذ هذه الهدنة، أعتقد يعني هي ليست عالية التفاؤل، بمعنى أن واقع التفاؤل ما زال حذرا، يعني أن عملية أن يكون هناك حالة من تحقيق هذه الهدنة لا أعتقد أن سوف يكون هناك بوادر إيجابية، نظرا أن واقع الخطوط العريضة الإسرائيلية بالفعل يشوبها نوعا من عمليات التحفظات بالنسبة للخطوط العريضة للمقاومة الفلسطينية، بالتحديد فيما يتعلق عملية تغير الإطار الجديد المستحدث أو المتجدد على الإطار الثاني في منطقة باريس. أعتقد سوف يكون هناك نوعا ما من التحفظات بالنسبة للمقاومة الفلسطينية. فيما يتعلق النقاط التي يتم الإشارة إليها، وهي العودة التدريجية لمواطني المنطقة الشمالية الذي نزحوا إلى المنطقة الجنوبية المتمثلة في منطقة رفح، وهناك كان هناك يوجد شرط في هذه النقطة، الشرط في هذه النقطة وهو عودة جزء محدد من الفئات الفلسطينية، وبالتحديد الذين ليس لهم علاقة بالخدمة العسكرية، وهذا إشارة أن الفئة العمرية من 18 حتى 60 عاما لن يدخلوا منطقة الشمالية أن يعادوا إلى هذه المنطقة. النقطة الأخرى فيما يتعلق الانسحاب جيش الاحتلال، تم وضع نقطة جملة تشير أنه لن يتم دخولهم إلى المناطق المكتظة سكانيا ذو الكثافة السكانية، وأعتقد أن الكثافة السكانية الآن متواجدة في منطقة رفح، بمعنى 70% هي مناطق فارغة أو يتواجد فيها جزء من المواطنين الفلسطينيين، وهذا إشارة أن منطقة رفح هي الوحيدة التي لن يتم الدخول إليها خلال فترة وجود هذه الهدنة المؤقتة. وإن كان هناك هدنة مؤقتة، لكن لا أعتقد أن عملية استمرار واقع النقطة أو عملية وقف إطلاق النار لن يكون قائما، هذا إشارة أن استمرار إطلاق النار، إن انتهت هذه الهدنة تحت وطأة 40 يوما أو خلال شهر رمضان، باعتقادي سوف يتم معاودة استمرار إطلاق النار على قطاع غزة، بالتحديد أن منطقة رفح هم يعتبرونها كموقع استراتيجي للدخول إليها، الدخول من منطقة محور فيلادلفيا، ثم أن يستخدم نفس ذات الأدوات التي استخدموها في المنطقة الشمالية المنطقة الوسطى. هي مسألة وقت، ليست لا أكثر ولا أقل بالنسبة للعقيدة الأمنية أو العقلية الأمنية في الواقع الإسرائيلي، وهناك مخططات حتى هذه اللحظة فيما يتعلق الخطة الأمنية، لكن حتى هذه اللحظة الخطة فيما يتعلق إجلاء المواطنين هي غير قائمة، وبالتحديد شروط واقع الاتفاق الإطاري المحدد أو المستحدث له علاقة بعملية استرجاع عدد محدد من المواطنين، وأعتقد أن العدد المحدد الذي يتم الإشارة هو فقط النساء الذين ليس لهم علاقة بعد أمني، بمعنى أن سوف يكون هناك تشييكا أمنيا على الذين سوف يتم إعادتهم، وأيضا الأطفال تحت سن 10 سنوات، وباعتقادي حتى على مستوى الأطفال الذين أعمارهم من 10 إلى 18 عاما أعتقد سوف يتم عدم دخولهم، وهذا إشارة إلى واقع أن الخطوط العريضة التي أو عملية النقاط التي تم استحداثها أعتقد أنها أيضا لن يتم إعطاء، يعني تقصدين أن هذه الخطوط العريضة هناك تحفظات من الجانب الإسرائيلي وتحفظات من الجانب الفلسطيني، أو هناك فجوة ما بين الرؤيتين؟ هل من الممكن التقريب ما بين أن نقرب ما بين وجهات النظر، أن نقرب ما بين وجهات النظر حتى نصل إلى أرضية مشتركة بضغط أمريكي؟
إذا تحدثنا بكل واقعية، نعم هناك ضغط أمريكي بالتحديد على الجانب الإسرائيلي، وأيضا هناك ضغط أمريكي على الجانب حركة حماس من عن طريق الوسطاء، يعني سواء كان مصر أو قطر يحاولون قدر الإمكان تقليص هذه الفجوات بين واقع المقاومة الفلسطينية وبين إسرائيل. لكن المشكلة الأساسية أن إسرائيل ما زالت متعنتة، وبالتحديد نتنياهو. نتنياهو ما زال حتى هذه اللحظة معني بعملية استغلال الوقت أو إطالة الوقت حتى ينفذ الأهداف التي يضعها أو وضعها في سياق بداية هذه المعركة، ويطيل الحرب بشكل متعمد. يعني ما زال حتى هذه اللحظة في بعض المناطق الوسطى لم يحقق الإنجازات، حتى منطقة خان يونس أيضا كذلك، حتى المنطقة الشمالية أيضا كذلك. هم يحاولون قدر الإمكان إطالة الوقت بشكل متعمد. إن كان هناك هدنة، هذه الهدنة ليس لها علاقة بعملية إعادة قطاع غزة ما قبل 7 أكتوبر. واضح تماما أن نقاط الهدنة الحالية التي تم صياغتها، وإن كان صياغتها من المسودة الولايات المتحدة الأمريكية، لكن إسرائيل وضعت تحفظات عليها، وضعت تعديلات عليها. هذه نعم. أشكرك شكرا جزيلا من رام الله دكتورة تمارة حداد، الكاتبة والباحثة السياسية، شكرا جزيلا على هذا التحليل. استشهد فجر اليوم 3 شباب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طوباس ومخيم الفارعة جنوبي المدينة، إلى جانب إصابة 3 آخرين برصاص الاحتلال في المخيم حسب مصادر في الهلال الأحمر. وكانت قوات الاحتلال اقتحمت في وقت سابق مخيم الفارعة ونفذت عمليات تخريب وتدمير للبنية التحتية في أحياء المخيم بالتزامن مع اقتحام العديد من منازل المواطنين وتفتيشها والاعتداء على قاطنيها. قالت مصادر الهلال الأحمر إن الاحتلال أعاق عمل طواقمه في مخيم الفارعة ومنعه من نقل جثامين الشهداء إلى المستشفى. أصيب شاب برصاص الاحتلال الحي خلال مواجهات قرب حاجز بيت فوريك شرقي نابلس بالضفة الغربية، كما قامت قوات الاحتلال بحملة اعتقالات من مناطق الجبل الشمالي وشارع الجامعة وقرية بيت فوريك وطوباس، طالت عددا من المواطنين. والمزيد من المتابعة تنضم إلينا من رام الله مراسلة القاهرة الإخبارية ولاء السلامين. مرحبا بك ولاء، ما الذي يجري في الضفة الغربية إذ يبدو الوضع له تيرة مختلفة؟ نعم أهلا بكم، كما تحدثت وأسلفت ببداية الخبر، هناك 3 فلسطينيين استشهدوا برصاص الاحتلال في مدينة طوباس ومخيم الفارعة، وهم مقاومين فلسطينيين، قائد كتيبة طوباس وهو أحمد براغمة ومن طوباس، وأيضا أسامة جبر الزلط ومحمد بياتسة من مخيم الفارعة، إلى جانب 3 إصابات برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة. قامت قوات الاحتلال منتصف الليلة الماضية وفجر هذا اليوم باقتحام مدينة طوباس ومخيم الفارعة وبعشرات الآليات، ونشرت القناصة على الأبنية للمنازل الفلسطينية، وقامت بدهم وتفتيش المنازل واعتقال عدد من الفلسطينيين. هؤلاء المقاومين لم يسلموا أنفسهم ولكن قاوموا هذا الاقتحام في مدينة طوباس ومخيم الفارعة، إلا أن قوات الاحتلال قامت باستهدافهم بالرصاص الحي، منهم بالرقبة ومنهم بالرأس، وأحدهم أيضا بالرقبة والرأس، وبعد ذلك ارتقيوا شهداء في مدينة طوباس ومخيم الفارعة. منعت الطواقم الطبية من انتشال هؤلاء الجثامين، وصباح هذا اليوم أعلن عن انتشالهم وارتقائهم شهداء في مدينة طوباس وأيضا مخيم الفارعة، وأعلن الحداد التام التجاري وأيضا الدراسي على أرواح الشهداء. إلى جانب ذلك قامت قوات الاحتلال باقتحام عدد من البلدات والقرى الفلسطينية والمخيمات الفلسطينية، نذكر منها مخيم الجلزون، حيث قامت قوات الاحتلال باقتحام هذا المخيم، وبعد ذلك اندلعت مواجهات ما بين قوات الاحتلال وشبان الفلسطينيين في مخيم الجلزون، قامت باعتقال عدد كبير من الفلسطينيين في هذا المخيم، ناهيك عن تخريب للمنازل الفلسطينية وتفتيشها بشكل عبثي. نتحدث أيضا في بلدة بيت ريما وهي قضاء مدينة رام الله، قامت باقتحام هذه البلدة واعتقال عدد من الفلسطينيين، وكما تجرى العادة بتخريب للمنازل وتفتيشها بشكل عنيف والاعتداء على الأهالي بالضرب المبرح على الفلسطينيين في بلدة بيت ريما.
في مدينة نابلس وبالتحديد عند حاجز بيت فوري كما أسلفت، كان هناك إصابة لشاب يبلغ من العمر 37 عاما، وبعد ذلك نقل إلى مستشفيات مدينة نابلس للعلاج. كما تمثلت أيضا اقتحامات لبيت لحم لمدينة الخليل، وعدد من الفلسطينيين جرى انتقالهم بفعل أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيمات وأيضا البلدات والقرى للمحافظات في الضفة الغربية، وثلاثة شهداء ارتقوا في مدينة طوباس ومخيم الفارعة، وأعلن الحداد الشامل والإضراب على أرواح الشهداء. يعني بالنسبة للوتيرة ولاء، هل هي تعد في أعلى درجاتها؟ يعني كما ذكرتي هناك العديد من الاقتحامات، العديد من المواجهات، فهل هذه تعد أعلى وتيرة حدثت منذ فترة طويلة؟ نعم بالتأكيد، منذ 7 أكتوبر ولغاية الآن نتحدث عن اقتحامات متكررة، ليست في منتصف الليالي التي تمر على الضفة الغربية، ولكن أيضا في وضح النهار يكون هناك اعتقال للفلسطينيين، أيضا اقتحامات للبلدات والقرى الفلسطينية، وأيضا الاعتداء على الفلسطينيين بالذراع الأيمن وللحكومة المتطرفة من المستوطنين. كان هناك الكثير من الاعتداء على المزارعين سواء في الشمال وأيضا في منطقة الجنوب، وأيضا نتحدث عن حرق للمركبات، خط شعارات عنصرية، إطلاق العنان للرصاص الحي باتجاه المواطنين من قبل غلاة المستوطنين، أيضا الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك حيث اقتحم صباح هذا اليوم 132 مستوطنا بحماية جيش الاحتلال المسجد الأقصى المبارك، ومنع الفلسطينيين من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك، ونحن على مشارف شهر رمضان الكريم، حيث يعني هذا الشهر يبلغ ذروته بأن يكون هناك الكثير من الفلسطينيين يذهبون إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلوات الخمس، حيث تمنع سلطات الاحتلال ذلك منذ 7 أكتوبر. هناك عمليات إبعاد بالجملة للمرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك. وضحت الفكرة، أشكرك شكرا جزيلا. من رام الله مراسلة القاهرة الإخبارية ولاء السلامين. انتهت مشاهدينا هذه الساعة من التغطية، ولكن التغطيات مستمرة مع حضراتكم، كونوا دائما معنا.